وسهلا فيكم. اليوم رح نحكي عن مسلسلات توقفت، مسلسلات رجعت، ممثلين ماتوا قبل ما يشوفوا مسلسلاتهم، وممثلين لأول مرة بنشوفهم. كل هذا وأكتر بالحلقة الثانية من رمضان. يلا نبلش. هلا ظروف كورونا السنة الماضية أجبرت كتير مسلسلات أن توقف، ولكن في مسلسلات قررت أن تغرد خارج السرب وتنعرض بعد فترة رمضان، وفي مسلسلات أصرت أن تستنى سنة كاملة لحتى ترجع تنعرض بموسم رمضان 2021. خلونا نستعرض أبرز هاي الأعمال. القاهرة كابل، هذا المسلسل اتأجل من السنة الماضية لهي السنة، والسبب أيضا كورونا. أنسى رحلة الآثام في عينين فردوسي. إيه الحركة الفكرة المجنونة؟ طبعا هذا المسلسل من المتوقع أن يحدث ضجة كتير كبيرة، أولا بسبب قصته اللي عم تسلط الضوء على الأحداث الإرهابية اللي عم تصير بالمنطقة العربية ومصر، ثانيا بسبب البوستر اللي ظهر فيه الفنان طارق لطفي وهو يشبه إلى حد كبير أسامة بن لادن. مسلسل 2020 من الدراما السورية اللبنانية المشتركة. ليكي قالوا لي إنك بتعرفي تبصر. إيه بدك؟ يا ريت. كمان كان المفروض ينعرض رمضان الماضي، وما بقى في داعي خبركم شو سبب توقيف عرضه. المسلسل انتهى من التصوير بعد شهرين فقط من رمضان. كل الناس كانت متوقعة أنه ينعرض هذا المسلسل بعد رمضان وخارج الموسم الرمضاني، ولكن فريق العمل أصر أنه يستنى سنة كاملة لحد ما يجي رمضان 2021 وينعرض فيه. بهذا المسلسل متوقع أنه نشوف أبطال العمل بطريقة غير مألوفة، بالإضافة لوجود نجوم من عالم الغناء أبرزهم الفنان رامي عياش، وأيضا ماريتا الحلاني اللي بتخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى. وعلى صعيد آخر، في كتير مسلسلات توقفت فجأة عن التصوير، والسبب هالمرة ما كان كورونا. أبرز هاي المسلسلات الملك اللي كان مستمر بالتصوير وعين الله عليه إلى أن عرض البرومو الأول. جيش الهكسوس بينتصر دايما، ونحن لا نهزم، ننتصر أو نموت. الناس كلياتها تفاجأت بمظهر الممثل عامر يوسف اللي كان لا يشبه الملك الفرعوني أحمس، وفي كمان أشخاص انتقدت أزياء الممثلين اللي كانت أقرب للعصر الحالي من العصر الفرعوني. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت أنه هذا المسلسل لازم يتوقف، وشكلوا لجنة خاصة لحتى يتابعوا كل المشاهد اللي تم تصويرها، وحتى أن يتم إعادة النظر في سكريبت المكتوب لهذا المسلسل. في المقابل في فنانين أطلقوا حملة بعنوان نتفرج بعدها نحكم. هاي الحملة كانت على وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز المشاركين فيها الفنان أحمد حلمي، عمرو سلامة، ودينا الشربيني. الفنانين دعوا الأشخاص أنهم ما يحكموا على الكتابة من غلافة فقط، وأيضا قالوا أن قطع التصوير رح يكون فيه خسارة وقطع الأرزاق لكثير من الأشخاص. لكن الجمهور ما اقتنع بهاي الحملة، وأصر أنه أي عمل ممكن أن يسيء أو يشوه إلى التاريخ المصري ما لازم ينعرض، ونحن عم نستنى النتيجة. ومع وصولنا للشهر الفضيل، في كتير ممثلين شاركوا بمسلسلات، ولكن للأسف توفوا ما قدروا يشوفوا المسلسلات اللي شاركوا فيها. خلونا نستعرض أبرزهم. الفنان يوسف شعبان شارك بمسلسل ملوك القدعنة وأدى فيه جميع مشاهده، وتبقى له مشهدين فقط قبل أنه يموت بسبب كورونا. قعدت أفكر فيهم 35 دقيقة من عمري. طيال حلو بس ولاد كلب نفس قصير. طبعا فريق العمل والمؤلف قاموا بحذف المشهدين الاخرانيات بطريقه ما تاثر على سير العمل، واستكملوا المسلسل. هلا انا بعدني برحله للبحث عن افضل واسوا الاعمال الدراميه اللي مقدمه برمضان 2021، لهيك اذا بين انتم معكم شيء كتبوا لي بالتعليقات. وهلا باي.